هذا الحد اللي ما بيننا وبين المراكب. ها كيف ها وراني انايا ها هو شو الاعلام واعلام الجزائر هاني وين احنا ما جبناش تاريخ باطل احنا بطال الجزائر انتوما راكم تدرقوا الشمس بالغربال صح يفو باسولوغي ما تكذبوش على روحكم احنا خطينا من البلد الشقيقه اللي حدانا وبلد صح بلد هذيك شقيقه ما نقعدوش محرين يفو سولدي. السلام عليكم عياشي اسي كوشي بابو جروح اليوم سيروم ريبتور في المرو عياش قال ما هكذا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون يدشن ملعب حسين أيد تحمد بيتي زيوزو تبون. السلام عليكم خويا المغربي ولد بلادي اشنا هي آسي آسي اشنا هي تيقولوا على الكلب إذن حنا دار فينا كلاب ياك هو تباع معايا هذا الفيديو يا الإخوان هو تباع معايا هذا الفيديو تلخر وما تنساش تبارطاجي إذا كنتي أول مرة كتشوفنا ما تنساش المتابعة أول مرة غادي نجاوب صحاب التعاليق والبريفي للأسف فيه ولاد بلادي هادشي علاش درت هاد الفيديو ولد بلادي تبع الفيديو سمع هاد الناس كامل اللي غادي ندوزهم وداك الساعة حكم حيتاش أخويا جيتي عندي قلتي ليا زدتي فيها راه وليتي فيتنا تدير هادي وهادي عمرك شفتي شي فيديو ديالي تنسب فيه تنعير فيه جبت شي حاجة من راسي عمرني شيني أنا بارك هنا وتنهضر وتنقول ها واه 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 الجيران هادو 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 تنجيب لي فيديو رد عليهم واحد جبدنا تنردو عليه بالأدب ما نسبو ما نعيرو ماشي بحالهم هما هو سمع شنو تيقولو عليك سمع وبالنسبة دوك الكراغيلة اللي تيصيفطو ليا في بريفي غادي تشوفو داكشي اللي كيصيفطو ليا في بريفي في الآخر ديال الفيديو حكمو داك الساعة كراغيلة ما تيهمونيش في التعاليق ولا في البريفي ولا فهمتيني ولكن ملي للاسف فيهم ولاد بلادي لا داكشي علاش قلت هاد الهضره هادي. المهم بارطاجي الفيديو لانه بزاف ديال الناس غالطين انت دابا متبعني ياك كتشوف كل مره تنبارطاجي فيديو ياك تنبان لك غير انا ايوا جي تشوف اجي شوف شنو تيقولوا عليك وشنو تيقولوا وسميتو بزاف ديال الحوايج حنا كمغاربه تنشوفوا واحد تيهضر على بلادنا ولا باغي يقسم لينا بلادنا ولا حاط شي خريطه ماشي تاليها ولا نردوا عليها من حقنا تندافعوا على بلادنا ياك ولكن كرهولي الا كان تيهضروا خارج تيسبنا وتيعيرنا السؤال ديالنا ليه علاش علاش كدافع ما يقدرش يجاوبك الا جاوبك غيسبك صافي ولا غيقول لك الصهاينه وهو الصهاينه هو الصهاينه بلادو عطاتهم الغاز ها الطاليان ها فرنسا ها اسبانيا جوج قوات ديزل ايطاليا ايطاليا اللي كتدعمهم وتتعطيهم السلاح وتيجي انت تيقول لك الصهاينه كيشدك وديك القضيه ديال الصهاينه فهمتيني ولا يسبك حيتاش ما عنده جواب الا سولتي علاش كدافع اشنو هو المشكل اللي عندك مع المغرب ولا مع الملك ولا اي واحد ما يقدرش يجاوب راه هما هما في التعليق دابا ما يقدروش يجاوبوا يسبوك ولا يقولوا لك الصهاينه هادشي اللي يقدر هما راه كيما قلت لك الصهاينه راهينا راه الغاز من الجزائر وصلوا بلا ما يجي يشدك ديك القضيه ديال الصهاينه دا دا دا. وهما راه خدامين في بلاداتهم ايوا دابا سمع سمع 27 جوان افتتح المعرض الدولي للجزائر البريمير جويي كان في الاكاديميه العسكريه المتعدده الاسلحه بشرشال حضر لحفل تخرج دفعه 2004 لو 3 جويي دشن اقطاب سكنيه بالجزائر العاصمه هادو ما دشنهم الصباح والعشيه راح دشن ملعب علي عمار ملعب سمعتي ياك دابا هذا قول لينا مالو قال لك اسي دار فينا كلاب ياك دابا شنو قال دخل عليك والله شنو قال وحنا مالنا يدشن ولا ما يدشنش ولا شنو احنا سوقنا احنا عمرني جبت شي فيديو درت فيه بحالو دشنا درنا عندنا فعلنا هادي عندنا وا 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 ها وتيعير فينا زيد 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 كذا وبعد هذا الفيديو هذا راه درت ليه المونتاج قبل لانه فيه السبان بزاف الا سمعتوا الصوت يتقطع راه السبان هذا سمع هذا راه داير لايف ياك وحط تصويره ديال مولاي الحسن الله يحفظه ودار ليه واحد المونتاج وسمع شنو تيقول لايف شيباني لايف حاقد دابا هذا الا سولتي قلتي لي اشنو هو المشكل عندك مع المغرب والله ما يقدر يجاوب سمع الملك ساكم وزيد نساكم أرى سمعت أنك أمك في الواقع وفي
مواقع وين حبيت نحبس كنتوما ولا دق كم تعرف شو هو نرحيكم تعرف حمزة سمعتوا راه الفيديو راه طويل راه هو داير لايف راه انا سكرينيتها شويه واش عمرني انا خرج شي فيديو تنسب تنطيح الهضره تنقول بحال هاد الهضره هادي لا حيتاش انتو بعض الاخوان راه غالطين الاخوان انت تنبان لك غير انا وخاصك تشوفهم هما انا اللي متبعهم ترى الالاف الالاف ولا ما عرف شحال هما انا راه جبت لك غير هادوك الصغار خلي هادوك الكبار هادوك اللي تيقلبوا على المناصب في الدوله وسميتو هادوك الاعلاميين اللي خدامين في البلاطوات في التلفازه ها شي اسميتو كل مره يسبوا اللي بغى شي خدمه في الجزائر كبيره يسب المغاربه يخرج يقول هذه هذه راه شتو هذاك ديال المطار شتو هذاك اللي عطاو ديال التيران اللي ديال في شي بلاصه تمايا باش يكون المدير ديالها الاخر اللي مدير ديال الصحافه هذاك الاخر اللي خدام في القناه كانوا كاملين تيديروا لي فيديو في سميتو راه كاملين خدوا مناصب في الدوله علاش لانه تيسبوا المغرب فهمتيني انت اللي تتقول لي كتسترزق هذوك هما اللي كيسترزقوا يا الكراولي هذوك انت اللي تتقول لي كتسترزق هذوك هما اللي كيسترزقوا صحاح واخدين المناصب صحاح لانه كانوا تيسبوا في المغرب في سيادهم انت تجي تشوفني غير انا علاش انت يا الكرغولي ما تمشيش عند هادو اللي غادي نسمعوا دابا علاش ما تمشيش عندهم تقول لهم راه تديروا الفتنه علاش ما تكتب لهم علاش ما تمشيش تنصحهم تجي عندي انايا تعرفني تسبني انايا انا اللي ما تنسبش على بيا هادو راه تيسب فهمهم خاسر خوتي كاين واحد الثلاثه صوالح يتمتع بهم الجزائري ويحلم بهم جاره ما شافهمش عمرها ما شافهم مسكين يسمع بهم يسمع بهم بصح عمرها ما شاف اول هاد الاشياء ولا هي الاساس في البلاد على كل حال رأس البلاد هو انتخابات رئاسيه هذه حاجه الاولى كاينه حاجه واحده اخرى كاين حاجه واحده اخرى اللي اسمها الثوره الاستقلال كفاهم كاين الاحتفال بالاستقلال كيما هكا وكلشي تاع 5 جويلية 62 ولا تاع كاش مظاهره وبحال هذا دابا واش كيدوزوا لي فيديو تيبينوا لكم شي حاجه والو تيحط التليفون تيهضر بلا 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 انا اغلبيه ديال لي فيديو تندوز لكم تيكون الرد على شي حد فهمتيني ها هو ما عرف حتى الفرق بين الملكيه والجمهوريه قال لك الاستقلال عنده شي استقلال جيب لهم شي وثيقه الاستقلال يلا فين عندك وثيقه الاستقلال ما عندكش اش من الاستقلال هذا تعطيك خربقوا فهمتيني هو بغى يدير فيديو بغى يبين راني زعما راني وطني جزائري حر حتى هو تيقلب باش فهمتيني يشد شي بلاصه ولا ما عرفتش شنو يديروا فيه زيد سمع زيد مازال وي مروكي على بالك شنو هو الفرق بينك وبين الحلوف انت تهضر هو لا بصح في زوج ديوتين وهذا دار فينا حلال في يلا يا خويا المغربي انت اللي تكتب ليا يلا انت اللي تكتب ليا صيفطي ليا في بريفيو وعاودتي صيفطي ليا وشحال من واحد وتكتبوا ليا في التعاليق يلا جاوب انت بلاص هذاك دار فيك كلب وهذا دار فيك حلوف وهذا قال لك سميتو يلا جاوب انت بلاص ها ولا انت لا هاد الناس هادو حلال عليهم هادو ما تيديروش فتنه كرغولي وبالنسبه لك الكرغولي هاد الناس هادو هادي ماشي فيتنا هادي لا هادو لا هادي هادو حلال عليهم ياك تيديو الاجر كيديروا في الاجر ياك واخا نزيد اي شيء انا جيتك ها وهادي واش تقول عليها هادي عندكم انتم هكا حليب البقرة السعر 2500 ريتلا عاش الملك يا جايب لك حليب يا حليب هيا شي الحليب عندي حليب خديت نص سيترو ديال الحليب هاني لقيت الحليب زيد هادي التا مراكي حنا المرأة الجزائرية كيف الراجل كيف كي تتحدى واحد صوت وصورة بالدليل عندك لا بغيت نسيطر لك شوية انا تدوش راني سمعت بلي 70% من المراركة ما عندهمش محاض لائق لا بغيت اروح تدوش اوليك دوش تاعك راه واجد سمعتي يا مروكي هاي كرغوا لي حتى هي يلا ولاو تيصوروا لينا الطواليت تيصوروا لينا الروبيني وسمي ها يلا
لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الاخر تيجي واحد تيقول لك انت 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 هادشي راه غير شويه هادشي راه يوميا تخلي اللايفات لايفات ما تهضرش عليهم تعشوا بينا. السلام عليكم الشعب الجزائر يا مراكش، مازلتوا تاكلوا اللحم تاع الحلوف ومازلتوا تشربوا الحليب تاع الدواب؟ احنا خاطينا الامور، احنا جزائريين مسلمين عاديين ما ناكلوش احنا الحلوف اللحم تاع الحلوف وما ناكلوش وما نشربوش الحليب تاع الدواب. احنا احنا احرار، احنا احنا شعب جزائري. والسلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله، والله الا تضحكوني بالله. شي باني انت قال لك تاكلوا، قال لك تاكلوا اللحم ديال الحلوب. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا هذا راه تيصورها واحد الدري صغير 16 عام تيدير فيه لي فيديو، لا شنو مقابل المغرب كبير صغير عياله الدراري كلشي كلشي مجندين، وتيجي ولد بلادي انا ضدي. يا خويا ما تتبعنيش، خويا حيد لي ابوني، حيد لي متابعه ما تتبعنيش. خويا انا تندافع على راسي وتندافع على بلادي وتندافع على بنات بلادي وولاد بلادي، وانت مالك يا صاحبي؟ اش داك يا صاحبي؟ قال لك كثرتي وهادو. زيد مازال زيد سمع خاوتي، روحوا نشوفوا السياحة في المغرب الجزء الثاني. There's another horse car behind me. You following me? أو جه روبين هود. How much? Money, how much? How much? قلت لهم ما يخلعوك ما والو كيدوروا بيك والله. خلص واش راك تشوف انت مناسب سعر مناسب؟ ما يجيش يقول لك خلصني 80 اورو ولا 100 اورو تولي تخاف تبدلهم دراهم وتخاف. راك فاهم؟ قال له ما تخافش منهم. خلص واش تحتاج؟ هذه هي. هذه هي السياحة في المغرب أخواتي، إن شاء الله يعجبكم الفيديو فارتاجيو باش وإذا طلع الفيديو هذا نزيد لكم الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة والحلقة السابعة والحلقة المية إن شاء الله. سمعت لي كروالي؟ بارتاجيو إذا عجبتكم هذه الحلقة، هذه نديرو الأولى الثانية والسابعة والثامنة والبارتاج وجيم حيتاش تهضر على المغرب. الفيديو راه فيه 10 دقائق ولا ما عرفتش شحال فيه، رانا غير خديت لك شويه تهضر هضر على هذا. هذا تكلمت عليه تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور هاد خاين هذا ديال السياحه ملي جا للمغرب. هذا برازيلي عايش في البرازيل، جاي للمغرب تيدور في العالم، هو ماشي شغله في السياحه ولا تيقلب على بحال هذاك الشيء تيصور. انا راه درت عليه فيديو كرهوا لي يلا جابوا يلا وصلوا. دابا راه طلع لي الفيديو وغيعاود فيديو اخر، فهمتي؟ دابا هذا غيولي مقابل اغلبيه، شفت لي فيديو ديالو اغلبيه مقابل غير المغرب. انت ما دير لا متابعه ما تبارطاجي ما دير لايك، سير اخويا معليش زيد زيد ما زاد صباح المغرب. حبيت نوريكم اللي في جزائر العاصمه كاين كلش. اروحوا معايا نديرو دوره شوفوا هذاك الحليب اللي قلتو ما كانش، او كان حليب. هذا الزيت شفت الزيت انت زيت هيا شوفوا الزيت، شوفوا كلش موجود ما شاء الله. شوفوا وموتوا. واش عمرني انا درت شي فيديو بحال هذا؟ دخلت للمرجان ولا مشيت سميتو تنصور ليهم عندناش عندنا ولا كون درت هادشي انا ما عرفتش شنو غتقولوا عليا. شوف الاخوان تنهضر مع هذوك الناس، نتوما الناس اللي متبعينا وعارفيننا وعارفين متبعين الاحداث وعارفين شنو كاين، ماشي عليكم نتوما. انا تنهضر على ديك الفئه واحد النسبه قليله غير باش يعرفوا شنو كاين، فهمتي؟ اما انا هذوك الكراغيله ما تيهمونيش في التعليق ولا السبان ولا سميتو هذاك الشيء اللي تيقول، ولكن نفس الوقت رديت عليهم انه باش يشوفوا شنو كاين ولاد بلادهم شنو تيقولوا. ها عيالات بنات دراري الناس الكبار كلشي كلشي. تخيل نتوما راه تتصوروا حليب تصوروا سميتو شوف اش عندنا واش ها المستوى ديالكم والسبان والمعيور. وانا ما عمرني سبيت الشعب الجزائري وما عمرني سبيت شي جزائري كما كان. ملي تنقول هاد القضيه ديال الكرغولي راه نتوما تتقولوا لينا المراركه،
مروكي، حنا تنقول لكم كرغولي تعادل صافي زيد مازال. شوف السلام عليكم خوتي لي زالجيريان، هذه في سبته ومليله في المروك، هذا هذيك غارديان اسبانيول وشاد لي فرونتيير في المروك في سبته ومليله، وهذيك شا كاتبين سبته المحتله، حتى المجيح كتبوا سبته المحتله وهي في بلادهم. كل واحد شنو جابت؟ مشى لك لسبته ومليليه المهم تيبردوا تيبردوا، المهم حيتاش ما عندهمش شي حاجه اللي هي كما قلت لك، الا سولتيه وقلتي لي شنو هو المشكل عندك مع المغرب ما يقدرش يجاوبك، غيجاوبك السبان ولا يقول لك الصهاينه، هادشي اللي يقدر يقول لك، ما عنده جواب، ما عنده حتى جواب. هادشي اللي خلاهم دابا هذا هنا، هذا يهضر على الصحراء المغربيه، هذا يهضر على سبته، هذا يهضر على الصهاينه، هذا يهضر عليك على الحدود، هذا يهضر على الغاز البوطه، وهذا يهضر على الملك سيدنا الله يحفظه. ها هو في حال هذا الفيديو هذا، اسمع. السلام عليكم خوتي، شوفوا ما يركعش، ما يركعش في الصلاه، شوفوا كي يلحق الركوع يبدلوا لي ماش هوب امراحو شتوها هذوك، يعاودوا شوفوا دوك يطلع يعاودوا يقولوا له دوك تولي الكاميرا ها يعاود يتولد ها شتوها دوك يهبط ينحيوه ما يوراش يهبط ما يقدرش يجوا يعاونوه هوب ها دوك يجوا لي ليكارد كور يهبطوه كي غير يروحوا تعاود تولي الكاميرا سي فرونسي دوك تكون مغاد يلاه بحال هذا دابا دار شاد الفيديو شاد فيديو دار ليه مونتاج قال لك الكارد كور كيشدوا الملك با با يلاه دابا هاد الكرغولي دابا الا سولتي دابا دار سؤال اخر الا قلتي لي اشنو دار لك الملك اشنو المشكل عندك مع الملك والله ما يقدر يجاوبك ما عنده حتى مشكل مع الملك ما. بالعكس الملك اجمل كلام ليهم ديما ديما تيقول لهم ديما تيشكر في الشعب الجزائري ديما ما عمره خرج قال شي حاجه كلمه لعيب في الجزائر ولا في الجزائر ما عمره خرج بشي كلمه لعيب ولا قال شي حاجه لا لا انا هو شوف المستوى فين وصلوا ها شو كيصلي شو ما تيصلي شو هاودي ما شاء الله اللي طلعوا معايا انايا اللي قالوا لي قالوا لي بان المغرب واحد الوقت كانت تقبل باسكو كانت متاكده زعما من هويه الصحراويه ومن بعد هذا حتى هو جابت الصحراء قلت لكم كل واحد شنو جابت فهمتيني والو لقاو داكشي لانه هذوك الفيديوهات عندهم تيطلعوا فهمتيني تكون عندهم مشاهده لي لايكات تضحكوا في التعاليق يكتبوا ليهم يبارطاجيو ليهم لقاو داكشي فهمتيني داكشي اللي باغين هما انا لا تنبارطاجي الفيديو تيجي ولد بلادي تيكون ضدي تكون غير تكون تنسب كنت نساب وكنت ندير شي حوايج اخرين شنو مو بغيت نعيط على المراه كعيط عليه بعيطك يا سيد الملك يا سيد الملك مح مح سيد الملك ايه وش مروا يزبوا مدني غير تعاود دير بعيدك يا سيد الملك خلينا منهم خلينا من الجدرمية قول لهم يا القبود قول لهم يا اللي تعبدوا العباد الله الله بيدلوا برواهم يا خويا وش ميش وش ميش بالرعية الفرد عريان عريان هذاك وش ما قد يسب يا ها ورمني والله واش قال قاعد يقول خوا خوا قاعد يقول خوا خوا قولوا له خوا خوا لا والو قولوا قسما بغي نكرهكم في الدم قولوا كنا نحكم عليكم حق ربك الريج علال لكم دينكم ولا ما دينكم وهذا شنو بان لكم فيه هو مسجون بحال القر متيسب متيعير يلا لا باش تعرفوا نتوما شنو كاين ما دابش ما يجيش شي واحد عاوتاني يقول لي يلا شوف شحال من الفيديو دوز شحال شحال واصلين دابا هذا راه اي واحد شي حاجه اللي هي قليله وهذا الشيء راه يوميا هذا الشيء يومي يومي وبالنسبه لهذا الفيديو مغربي طال معهم في اللايف قالوا لي خاصك تصور لينا السبيطار يلا هذا
هذا الشيء انا هذا المغاربه بعد بعد خوتي المغاربه اش هذا الشيء صاحبي تصور لي شكون هو شكون هو نصور لي انا السبيطار ونصور لي اسميتو ها نطلع عينو فاسميتو انت بغيتي باش يتيقوك والله ما يتيقوك واخا تصور لهم الجنه تما تسناهم باش يقولوا لك اسميتو باش تبين لهم تقنعو تفيقوا معنا شويه الله يجازيكم بخير لا لا خلينا من المستشفى فارغ ولا مش فارغ ولي يا ودي انا الوسمو ارجع انا ابو اياد للاسره ارجع اذا كانك في حل واذا كانك مغربي حر ارجع صور للاسره يا بلاد هذا في الاسره انا صابرين معك عمار يا الاخوان دقيقه ابو اياد اورسي دقيقه اورسي ما عرفش ما الشيء اللي فهمناه الشيء اللي فهمناه من هذا المستشفى قاعد إذا كنتي مغربي حر صور لنا الداخل حتى هو متيقهم غادي حتى هو داخل تيصور لهم ها انت صورتي لهم ولقيتي داك الشيء هو هذاك شنو بغيتي يقولوا يقول لك سيكوريتي ما كاينش يبان لهم شي واحد مريح تما يقول ها هو ها هو لاحوه برا راه ما عمرك غادي تقنعوا ما صاحب حتى بعض الناس الله يهدهم تيطلعوا معاهم في اللايف حتى واش بيهم المعركه واش بيهم الماركة؟ الجاجيخو جعل البركة هادو إلا تبعتيهم راه بزاف عرفتي شحال وشحال و الفيديو راه مازال طويل عرفتي شحال هما المهم الإخوان خلاصة ديال الفيديو بعد الإخوان ولاد بلادي وبعد كراغيلة اللي تيقولوا لي لا راه تدير الفتنة راه كتسترزاق لا هادي 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 إلا كنت تندير أنا فتنة أشنو تيقول أشنو تيديروا هادو شنو تيديروا هادو اللي تيسبوا فينا ويعيروا فينا ويهضروا علينا وسميتو واللايفات و... ها راك شفتي راك شفتي كلشي لا هادو ما تيديروش فيتنا هادو لا تقول لي لا ما تسوقش لهم ما تردش عليهم يا قال المريض ما نردش عليهم ولاد بلادك ايوا سير قولها لهم قولها لهم في التعليق كتبوا لي كتب لهم شي حاجه ما نردش عليهم يا. نحضر راسي ونشوف فيهم يسبوني يسبوا فيا ويعيروا فيا ويعيروا بلادنا ويعيروا الملك ويعيروا كل شيء وحنا ساكتين باش نبقاو حنا ظريفين مزيانين زوينين اخوان تهلاو